السلام ومرحبا بكم، ان شاء الله الناس كلها تكونوا بخير ولاباس. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد وفي وصفه جديده. اول حاجه نختني من وقتي وقت مصلى فيها الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. كيف ما تعرفوا توا العيد على الابواب، ان شاء الله ربي يحييكم من امثاله. حبيت كل مره هكا نشارك معاكم حاجه نعملها في الدار. اليوم باش نشارك معاكم كعابر قرطاج او حجار قرطاج والا كعابر اللوز، كل واحد كيفاش يسماها. عندي لهنا في المكونات 250 غرام لوز مرحي فرينة اللوز، عندي 250 غرام فرينة اللوز، 150 غرام سكر محور، وعندي ماء الورد، وعندي الملونات الغذائية هذية، عندي أحمر وأخضر وأزرق باش نستعملهم الثلاثة. أول حاجة باش نبدو بها باش نحط السكر، باش نحط نص الكمية خاطر باش نستعمل، يعني باش كيلت فرد مرة خاطر باش نستعمل زادة باش نعمل حلو الفستق كعابر الفستق. كيلت فرد مره 150، اما باش نستعمل نصها اكهو باش نستعمل 75 غرام بركه على 250 غرام لوز. كيف ما شفتوا هاو صبيت النص نتاع الكميه بركه. نخلط توا كنا واش في هذيك، نخلط اللوز والسكر المحور وباش نزيدوه الماء الورد، باش نلموا بماء الورد. ردوا بالنا نزيدوا بشوي بشوي باش العجينه نتاعنا ما تجيناش جاريه، لازمها تكون عجينه نتحكموا فيها، تكون ما تكونش يابسه وفي نفس الوقت ما تكونش جاريه، باش العجينه هذيك طوعنا في التكعبير نتاعها، طوعنا في الخدمه نتاعها وفي نفس الوقت ما تكونش جاريه. ردوا من النقطه هذه كيف ما تشوفوا نزيد ماء زهر ماء الورد سامحوني بشوي بشوي بالطريقه هذه. نبدا نلم بصوابعي ما نعجنوش برشا خاطر راهو يسيب الزيت، لازمنا نلمو بصوابعنا من غير ما نبقوا نعجنوا خاطر باش نعجنوا يولي يسيب الزيت نتاعو. ماذا بينا تبقى العجينه نتاعنا كيف ما قلت لكم متماسكه. نزيد بشوي بشوي كيف ما شفتوا ماء الورد، وبالطبيعه من بعد عندي شحور خفيف طيبته، شحور خفيف باش نعمل به الكعابر جوس، باش نزيد مغرفه كهو كما شفتوا لموا لمان كيما هكا. ومن بعد بالطبيعه باش نزيد مغرفه نتاع شحور، المغرفه نتاع شحور هذيك اللي باش تزيد لنا اللمعه على الكعابر هذوكم يبقوا يلمعوا وما يبهتش اللون نتاعهم، وفي نفس الوقت تحافظ عليهم يبدو فريشكين كيما نقولوا نحنا. هذا العجينه نتاعنا تلمت كيف ما تشوفوا، باش نزيد لها شويه برك كيما قلت لكم شحور، مغرفه نتاع مغرفه ماكله نتاع شحور كيف ما شفتوا، شحور خفيف على الاخر شويه. عملت يعني كاس ماء وعليه تقريبا 3-4 مغارف سكر عادي، يعني سكر حبيبات. نمك العجينه هذيك كيف ما شفتوا، العجينه هذه نتاعي توا حاضره باش نقسمها على اربع اجزاء، يعني باش نقسمها على اربع كعابر. يعني كعبوره باش تبقى بيضه، وكعبوره باش نعملها حمراء، والاخرى خضراء، والاخرى زرقاء. يعني باش نقسم الكعبورات هذوكم، كعبوره منهم باش تبقى لوز ابيض، والثلاثه الاخرين باش نلونهم بالاحمر والاخضر والازرق. هما في العادة اللي متعارف عليهم كعابر قرطاج أو حجار قرطاج، كل واحد يسميهم كعابر اللوز، اللون بتاعهم أبيض وأحمر وأخضر. أنا حبيت نزيد اللون الأزرق، اللون الأزرق مزيان على الأخر هكا يضيف هكا لون مزيان. ماذا بينا نحنا تبدا هكا الحاجه نقولوا نحنا ملونه مزيانه. كيف ما شفتوا القسم يعني البارتي البيضاء خليتها هي الكبيره بالكل، الاخرين قسمتهم قد قد. كيف ما شفتوا باش نبدا توا نحط بالكعبوره ونزيد عليها الالوان. اول حاجه باش نبدا بها هي اللون الاحمر، حطيت الكعبوره الاولانيه باش نحط عليها قطر نتاع ملون غذائي كيف ما قلت لكم احمر. الملون الغذائي اللي عندي هذايا باهي بصراحه، ما نبقاش نزيد ونعاود. تحط شويه بركه في ساعه الكولير يعطيك الكولير اللي حاجتك بيه. نبدا نخلط فك العجينه هذيك، عباره باش نعجنها من جديد، باش يدخل في وسط هاك الكولورون هذاك، يدخل في وسط هاك الملون الغذائي هذاك باش تعطينا اللون المزيان، وفي نفس الوقت نتخلصوا من اللون الابيض. لازم الكل هيكون تكون كلها فرد لون، يعني لون احمر ما يكونش فيها الخطوط البيضه ولا حاجه، لازمنا نعجنوها بالباهي باش يدخل في وسط هاك اللون الاحمر هذاك. هذه كيف ما تشوفوا الكعبره الاولانيه اللون الاحمر حاضر. تو باش نحط الكعبره الثانيه، بالطبيعه باش نغسل يديا ما نخليهاش كيكه. كيف ما تشوفوا اللون الملونات الغذائيه اللي عندي اللون نتاعها يشد برشا. لهنا باش نحط اللون الاخضر، باش نحط منه كيف ما تشوفوا زاده كيف كيف نكتين كيف ما شفتوا كيفين يلونونا بالباهي. تو تشوفوا اللون الاخضر هذاك يعطيه غامق، مش هكا اللون الاخضر الفاتح، مش يعني اللون نتاع البيستاش نقولوا نحنا، لون اخضر غامق. كيف ما شفتوا نعجنها كالعاده بشكل لون هذاك الاخضر يدخل بالباهي في وسط عجينه اللوز، تتلون يعني كيف ما نحبوا نحنا، ونحطها على جنب ونتعدى للون الثالث اللي هو الازرق. كيف ما قلت لكم لهنا باش نحط اللون الازرق، مش مشكل يديا بقت باللون الاخضر، باش نحط اللون الازرق كيف ما قلت لكم. بالطبيعه نكتين كيف العاده. انا الحقيقه يعجبني الملون الغذائي هذايا، حتى الماركه نتاعو باهيه، شريته لمحاله من سيت
يعني ماهوش ما يتباعش في اللي ماركات العاديين، شريته من سيت بصراحه باهي. لهنا اللون الازرق حبيت نزيدو شويه باش يعطيني اكل الازرق الملكي نقولوا نحنا. نعجن هذيك العجينه بالباهي باش يدخل في وسطها اللون الازرق هذاك، وبعد نحطه على جنب وباش نفرش السيليكون هذيك باش نبدا نخدم في العجينه نتاعي. لهنا غسلت يديا، لهنا توا باش ناخذ بشوي بشوي نعملوها في شكل بودان كيف ما شفتوا، ندوروا العجينه هذيك بالباهي بالطريقه هذه، وناخذ زاده طرف خضراء كيف كيف نعملوها بودان ونحطها بجنب الاخرى، لازمهم يكونوا نفس الطول ونفس الخش كيف كيف اللون الاحمر بالطريقه هذه. تحبوا تعملوهم ظفره تحبوا تخلوهم، انا ما عملتش ظفره الحقيقه، حطيتهم فوق بعضهم بالطريقه هذه، ونعاود نبرمهم كيف ما شفتوا بالطريقه هذه باش الالوان هذوكم يلصقوا في بعضهم. ومن بعد بالطبيعه باش نقصوا بالسكينه بالطريقه هذه، نقيس بالسكينه بالطرف اللي قصيته الاولاني هذاك، ونبدا نكعبر كيف ما شفتوا. طريقه سهله وبسيطه ما تاخذش برشا وقت، وفي ساعه تحضر صدقوني حلو بنين على الاخر. بالنسبه لي انا حجار القرطاج كانت تلاحظوا في اول فيديو الكعبر هذوكم نتاع اللوز ما غطستهمش في السكر، ما نحبوش خاطر السكر الحقيقه ما نكذبش عليكم، ما نحبوش اصلا السكر كي يبدا ني ماهوش في وسط قهوه ولا حاجه ما نحبوش وما نحبش نشوفه اصلا. هذاك علاش خيرت اني نخليهم كعبر اللوز من غير حتى شيء. تنجموا راهو تغطوهم في الفاكهه، تنجموا تحطوهم في السكر كيف ما قلت لكم، ولكم الاختيار، كل واحد حر شنو يعمل. لهنا باش نزيد شكل اخر باش نعمل شكل مستطيل كيف ما تشوفوا. لهنا حطيتهم في شكل جروس نقولوا نحنا فوق بعضهم بالطريقه هذه، حاولت ننزل عليهم هكا شوي باش يكونوا فرد سمك. ولهنا بالطريقه هذه نحط نعمل الشكل هذايا شكل طبقات كما تشوفوا، مستطيل في شكل طبقات. هو المحل المول هذايا نتاع السابلي استعملته باش نعمل به الكعابر هذه، كيف كيف نلم العجينه ونعاود نشكلها ما يتلوح حتى شيء. اللي يعجبك فيها التحليه هذه او الحلو هذايا نتاع كعبر اللوز ما يتلوح حتى شيء، خاطر ماهيش عجينه يعني ماهيش فرينه ولا حاجه، كلها فاكهه بنفس الطريقه يعني نشكلوها بالاشكال اللي نحبوا عليها ما يتلوح حتى شيء. بالطبيعه المول اللي عندكم القالب اللي عندكم تنجموا تشكلوا به اي شكل تحبوا تشكلوه، انا المتوفر عندي هذايا كيف ما قلت لكم هذاك الشكل الاصلي نتاع حجر قرطاج والا كعبر اللوز كعبر قرطاج. ولهنا كيف ما شفتوا زدت عليه الشكل هذايا. بالطبيعه كل واحد الاختيار نتاعو، كل واحد شنو يحب يعمل الشكل. ولهنا كيف كيف كل لون خذيت منه طرف بالطبيعه بالطريقه هذه بنفس الطريقة نكعبرهم مع بعضهم ونزيد باش نفرشهم ونشكلهم بالشكل هذاك. كيف ما شفتوا ما يتلوح حتى شيء، واللي يفضل هذاك بالطبيعة باش نعملوا كعبورة يعني. نحطوهم في السيبور هذيك في الورقه هذيك نقولوا نحنا نحطوهم هكا باش من بعد كي باش نحطوهم في الطبق ما يبدو شكل خطر في وسطهم يعني مبلولين اصلا. هو اللوز هذاك يسيب الزيت وفي وسطه الماء الورد وفي وسطه الشحور باش ما يلصقناش في الطبق اللي باش نحطو فيه. كيف ما شفتوا نكمل بنفس الطريقه نشكل الكعبر هذيك كيف ما قلت لكم بنفس الطريقه. نشكل الكعبر بالطبيعه هذوما اللون الاحمر والاخضر والابيض نشكلهم كعابر كيف العادة، وبالطبيعة اللون الأزرق هذا كمان ننساشو. سهلين بساط صدقوني في ساعة تحضر، صحيح هي مكلفة شوي يعني في التكلفة متاعها من ناحية فلوس، أما ما تاخذش برشا جهد ما تاخذش أصلا حتى في المكونات متاعها، سهلة بساط فقط لوز ماء ورد وشوية شحور وفي نفس الوقت يعني ملون غذائي. صدقوني حاجات بسيطة على الأخر تعملوا بهم حلو مزيان على الأخر، يصلح حلو العيد يصلح حتى في الضيافات مثلا كيجي كضيف ولا حاجة، صدقوني حاجة بنينة على الأخر. نكمل بنفس الطريقة الألوان هذيك ديما نحطها مع بعضها ونكعبرك الكعبر هذوكم نشكلهم في شكل كعبر. نكمل من اللون الاحمر والاخضر هذاك، ديجا كملت الاحمر والاخضر كملتهم، بقى لي شويه من اللون الابيض وبقى لي اللون الازرق. اللون الازرق باش نعمل ساده باش نعمل ازرق كهو، واللي يبقى لي الابيض هذاك زاده باش نحطه مع الازرق يعني نكعبرهم مع بعضهم. هو الكل عجينه واحده، راهي عجينه اللوز عجينه واحده مانيش باش نخلط حاجه مع حاجه. كيف ما شفتوا لهنا هذه زاده في شكل بودان العجينه باللون الازرق هذه في شكل بودان كيف ما شفتوا، قسمتها وباش نعملها كعبورات كبار شويه بالطريقه هذه. حاولت نقص منها باش الكعبورات ما يجيوش كبار برشا،
اصلا حتى كي باش نحطها في المول باش ما تجيش اكبر من المول اللي محطوطه فيه. بالطريقه هذه كيف ما شفتوا، ونكمل نشكل الاخرين كيف ما شفتوا. صدقوني يجينا طبق نتاع حلو ساهل بسيط وفي ساعه يحضر. خذي لي وقت صدقوني 13 دقيقه في الفيديو، خذي لي وقت خاطر باش نخلط وباش نصور حول الكاميرا منا، حط من هنا حط من غادي، ساعات يدخل حد وانا نصور، ساعات يدخل حد يبدا يتحدث ولا يلهيني بحاجه خاصه بنتي، هذاك علاش خذا وقت الفيديو، خذا وقت، خذا 13 دقيقه وديجا سرعت فيه، يعني فيه تقريبا نص ساعه سرعت فيه. اما هي الحكايه كلها راهي ما تشد صدقوني، ما تشد حتى 15 دقيقه، يبدا واحد من غير تصوير من غير حتى شيء، ما تشدش حتى 15 دقيقه. هذه تو الحلو نتاعنا كيف ما تشوفوا حاضر، باش نحطوا جوست في الطبق وباش نوريه لكم الشكل النهائي نتاعو. صدقوني بنين 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 قد ما نحكي لكم، وخاصه انك المال ورد هذاك يزيدوا بن على بن. كيف ما شفتوا 250 غرام، صدقوني عطتنا الكميه هذه كميه باهيه، تشدنا يعني تشد نقولوا نحنا حتى نتاع واحد. انا الحقيقه عملتهم جوست كعبه ولا اثنين يعني باش ناكلهم، عملتهم جوست على الضيافه مثلا نهار العيد ولا هايجيش حد نحب نذوقوا حلو تونسي. كيف ما شفتوا ما شاء الله 250 غرام عطتنا الكميه هذه، وتنجم حتى تعطيكم كميه ما اكثر كيف تصغروا في الكعبر هذوكم. هذا الطبق نتاعنا حاضر كيف ما شفتوا، هذه هي كعبر قرطاج والا حجر القرطاج والا كعبر اللوز كيف ما تتسمى، عندها برشا تسميات. صدقوني بنينه على الاخر، ننصحكم جربوها راهي بنينه 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 على الاخر. ما تنسوش تبارتاجوا الفيديو مع اصحابكم واحبابكم باش تعم الفايده، ما تنسوش تشجعوني بلايك وكومنتير باش ديما نرجع لكم بجديد. ان شاء الله الفيديو عجبكم وكان خفيف عليكم، نتمنى انكم تجربوا هالوصفه هذه وبالطريقه هذه. نتقابلوا في فيديو جديد وفي وصفه جديده، شهيه طيبه وفي امان الله.